مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيلي لومير. وبداية يسر مكتب فضائية نورسات في الأردن ممثلا بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل أن يتقدم بأسمى التهاني والتبريك لمقام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين والأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. دعينا الله أن يحفظ جلالته والأردن الغالي بخير وأمان واستقرار، والأمتين العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يلتقي جموع الحجاج في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان. البطريرك ثيوفيلوس الثالث يترأس مؤتمراً في واشنطن حول الأماكن المقدسة. متروبوليت الناصرة وسائر الجليل يترأس قداساً احتفالياً بمناسبة عيد النبي إيليا. المطران جوزيف جبارة يرعى ختام دورة سفر الرؤية. وفي نشرتنا أيضاً كاريتاس الأردنية تطلق مهرجانها الصيفي بعمان. أهلاً بكم. كعادته كل يوم أربعاء وخلال لقائه الإسبوعي بالحجاج في قاعة بولس السادس في الفاتيكان، استكمل قداسة البابا فرانسيس في حديثه لجموع الحاضرين الناطقين في اللغة العربية شرح صلاة الأبانة، موضحاً قداسته وجوب طلب ملكوت الله أولاً قبل النظر في الخيرات المادية، وقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون والأشخاص الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي، إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثا ولجميع الأشخاص المتألمين. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس: تكلم البابا اليوم في تعاليمه حول المسيرة الإنجيلية التي يرويها سفر أعمال الرسل عن أول معجزة شفاء يذكرها هذا السفر، والتي جرت على أيادي الرسولين بطرس ويوحنا. أوضح قداسته أن إيمان الرسل كان يظهر أيضاً عبر أعمال ملموسة ومن خلال الأعاجيب والآيات التي قاموا بها باسم المسيح كشهادة لحقيقة البشارة. فالكسيح منذ ولادته، والذي كان يتسول مالاً من المصلين، لم يجد لدى الرسل الصدقة التي يطلبها، إنما الكنز الحقيقي الذي يحتاجه، أي اسم يسوع المسيح الناصري الذي ينقذ الإنسان. فقال له بطرس: لا فضة عندي ولا ذهب، ولكني أعطيك ما عندي، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. إن غنى الكنيسة وثروة كل مسيحي يتلخصان في الإنجيل الذي يشهد لقوة اسم يسوع الذي يصنع العجائب ويمنح لمن يؤمن به الشفاء والخلاص. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dagli Emirati Arabi, dall'Iraq, dall'Egitto e dal Medio Oriente. Quante volte ci rivolgiamo a Dio chiedendogli di avere beni materiali, ma Egli ci insegna a chiedere prima il suo regno e tutto il resto sarà dato a tempo debito.
Egli così apre il cuore alla vera ricchezza e ci guarisce dalle nostre infermità materiali e spirituali. Signore, vi benedica e vi protegga sempre dal maligno. أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الإمارات العربية المتحدة ومن العراق ومن مصر ومن الشرق الأوسط. كم من مرة نتوجه لله طالبين منه الخيرات المادية، لكنه يعلمنا أن نطلب أولا ملكوته والباقي سيعطى لنا في وقته. إن الله بذلك يفتح قلوبنا على الثروة الحقيقية ويشفينا من أمراضنا المادية والروحية. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، ترأس غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن مؤتمر الأماكن المسيحية المقدسة في الشرق الأوسط، شارك به نواب ومسؤولون وقادة المجتمع المدني في أمريكا، حيث سلط البطريرك ثيوفيلوس الضوء على المخاطر المحدقة بالوجود المسيحي في مدينة القدس، داعيا الحضور للعمل معا لإفشال المخططات الإسرائيلية في الاستيلاء على العقارات المسيحية في باب الخليل، والتي تشكل المدخل الرئيس للحي المسيحي في القدس وطريق وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة وباقي الكنائس في البلدة القديمة، لافتا غبطته إلى أن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية لن توفر جهدا بالتعاون مع باقي الكنائس لإنقاذ هذه العقارات، وأن البطريركية ستذهب إلى أبعد الحدود من أجل الحفاظ عليها. وكان غبطته قد وضع من قبل وزراء خارجية العالم في صورة التطورات فيما يخص عقارات باب الخليل، مطالبا إياهم بالضغط على الحكومة الإسرائيلية في هذا الملف الذي يشكل خطرا وجوديا على المسيحيين في مدينة القدس. على صعيد متصل، اعتبرت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في بيان صادر أن الجمعية الاستيطانية المتطرفة عطيريت كوهانيم تحاول ضرب الوجود المسيحي في القدس من خلال محاولاتها الاستيلاء على أملاك البطريركية في باب الخليل. وأكدت البطريركية أن تغيير الوضع القائم في البلدة القديمة سيخل بالتوازنات التي حافظت على علاقات طيبة بين أبناء المدينة من جميع الأديان طيلة مئات السنين الماضية، مشددة على أن أملاكها الواقعة داخل أسوار القدس هي عقارات تابعة للكنيسة، وستبذل الغالي والنفيس في الدفاع عنها ومحاولة استعادتها، سواء كان ذلك قضائيا أو من خلال الجهد الدبلوماسي وبالتعاون مع محبي السلام ومعهم العالم المسيحي. استقبلت رعية اللاتين في السلط سمو الأمير فراس بن رعد، تصحبه سمو الأميرة دانا فراس والأمير هاشم بن فراس، بحضور رئيس بلدية السلط المهندس خالد الخشمان والمهندسة لينا أبو سليم رئيسة وحدة المشاريع في بلدية السلط والمسؤول الإعلامي ببلدية السلط زيد العواملي، حيث كان في استقبالهم كاهن الرعية الأب الدكتور رياض حجازين وراهبات الوردية المقدسة والسيد فارس السمردلي. وخلال الاستقبال قدم الأب حجازين شرحا موجزا عن تأسيس كنيسة السلط أم الكنائس ومزار القديسة ماري ألفونسين مؤسسة الرهبنة الوردية، مبينا القيمة الروحية والتاريخية للمكان المقدس. وفي ختام اللقاء تجول سمو الأمير فراس في أروقة الدير العتيق متأملا في عراقة تاريخ المكان الديني الأبرز في المنطقة. بعد أن انتهت أعمال الترميم والتحديث وأعيدت الخدمة لكنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الملكيين الكاثوليك في بلدة عرجان شمال المملكة، أقيم أول قداس احتفالي في الكنيسة ترأسه المطران كير جوزيف جبارة بحضور عدد من المسؤولين والآباء الكهنة. إلى المزيد. إلى الرب نطلب. ما أحب مساكنك يا رب القوات، تشتاق وتذوب نفسي إلى ديار الرب ويهلل قلبي وجسمي للإله الحي.
قبل عشرات السنين تم تدشين كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الملكيين الكاثوليك في بلدة عرجان بمحافظة عجلون شمال المملكة على الطراز العمراني القديم. وكان البناء في تلك الحقبة الزمنية بسيطا جدا، ولم يكن قد شيدت فيه غرفة السكرستية والأيقونستاس، وكان قد خدمها الكاهن المتنيح الأب بطرس حداد والكاهن المتنيح الأب ثلجي حداد قبل أن يعود الأب بولس بطرس حداد ويتمم ما نقص أو تلف من بنائها وإعادة الخدمة إليها. أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح. وبعد مرور سنوات عدة أقيم قداس احتفالي بمناسبة تدشين السكرستية والأيقونستاس، ترأسه سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن بمعاونة كاهن الرعية الأيقونوموس بولس حداد والأب غالب بواب كاهن رعية إربد وعدد من الشمامسة وجوقة الرعية. حضر الصلاة مدير عام شركة جت معالي السيد مالك حداد والنائب وصفي حداد وجموع من سكان البلدة وعدد من المدعوين والضيوف. وفي عظة القداس تأمل سيادة المطران جبارة بالنص الإنجيلي الذي قال: من سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فإنه لن يضيع أجره، متأملا بتلك الكلمات العميقة التي تعلمنا معنى العطاء والبذل، مؤكدا سيادته أن أبناء الرعية المحسنين إليها لن يضيع أجرهم أبدا. بيقول النص: من سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد باسم تلميذ، فالحق أقول لكم إنه لن يضيع أجره. تصوروا يعني بيت ماء الواحد بيعطيها للتاني، الأجر ما بيضيع، فكان بالأحرى إذا كان عامل أشياء أكثر من كباية ماء. بحب اليوم باسمكم جميعا أقدم شكري لأبونا بولس اللي تعب في هالكنيسة، شكر أيضا موصول لكل اللي ساعدوا من قريب أو من بعيد من أجل إعادة ترميم هذه الكنيسة، من أجل فتحها حتى نقدر نصلي فيها كلنا سوا. بحب أذكر اليوم موتاكم اللي رقدوا على رجال القيامة، قسم منهم مدفون هوني بالبلد والقسم الكبير يمكن صار برات البلد. بحب أذكر اليوم والد أبونا بولس اللي هو أبونا بطرس اللي مدفون هون إلى جنبنا في الكنيسة، واللي اليوم عم يسمع هذه الصلوات من أمام العرش السماوي. بحب أذكر كل الأشخاص اللي ببالكم اليوم الحاضرين معنا والغيبين الموجودين في الأردن وبرات الأردن، المسافرين أيضا اللي كانوا عايشين في هذه البلدة واللي تركوا يوما ما، ولكن ظلت أملاكهم ظلت بيوتهم موجودة هون تشهد لحضورهم الدائم. وإن شاء الله شوي شوي نقدر نرجع إلى هذه الضيعة الجميلة. نحن جايين على الطريق دهشت بهذه المناظر الحلوة اللي ذكرتني كتير ببلدي، هالخضار هالأشجار كل شيء حلو في المنطقة، لا سبب بيحرز أنه الواحد يطلع من وقت إلى آخر من عشقة عمان ومن الضجة من عمان ومن أسترس اللي منعيشه كلنا سوا وسط هذه المدينة الصاخبة، حتى يجي الواحد من وقت لوقت لهون يتمتع بهذه المناظر الخلابة والجميلة. نشكر ربنا على هذه الطبيعة اللي اعطانا إياها وحتى نعرف نحافظ عليها كلنا سوا بنعمة الآب والابن والروح القدس، أمين. صاحب السيادة الجليل. وقبل الختام شكر الأب حداد سيادة راعي الأبرشية والكهنة وكل من شارك في الصلاة على حضورهم ومشاركتهم بلدة عرجان بيومها المميز. أولا أرحب بسيادة المطران لأول زيارة يأتي فيها لهذا الجبل المسمى راس الدير لزيارة هذه الرعية العزيزة على قلوبنا. من ثم بشكركم أنتوا، بشكر الدكتورة على غيرتها وسهرها وحديثها
عم تنقلوا صوت المسيح لا للأردن فقط بل للعالم. فلما المسيح قال أنتم شهود لي، عم تشهدوا للمسيح بكل كلمة وبكل عمل، لذلك لا خوف عليكم، لأن من كان مع الله لا خوف عليه. أرجو من الله أن يحفظ الدكتورة وأن يوفقها وكل من يعمل بهذه المؤسسة في سبيل أن ينقل صوت المسيح للعالم. ومن ثم نور سات، كلمة نور، المسيح قال عن نفسه أنا نور العالم، من تبعني لا يمشي بالظلام. إذا نحن نسير في النور ما دام النور معنا اللي هو المسيح. كما قدم دروعا تذكارية لسيادة المطران والأب بواب والدكتورة باسمة السمعان ومحسني الكنيسة. وبعدها ألقيت كلمات عدة من شيوخ الرعية ووجهائها شاكرين خلالها سيادة المطران بحضوره مع ضيوفه الكرام القادمين من العاصمة عمان. وختمت الصلاة على وقع طبول الموسيقى الكشفية لمجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك من رعية الهاشم الشمالي. وفي نهاية الاحتفال التقى الجميع حول مائدة المحبة شاكرين نعم الرب الإله على عطاياه الجزيلة. ترأس سيادة المطران كيريوس كيرياكوس متروبوليت الناصرة وسائر الجليل قداسا احتفاليا بمناسبة عيد النبي إيليا، وذلك في كنيسة دير النبي إيليا للروم الأرثوذكس على جبل الكرمل. وقد شارك في القداس العديد من الكهنة من الرعية العربية والروسية الأرثوذكسية وجموع من المصلين، حيث رتل القداس باللغات اليونانية والروسية والعربية، وصدحت أصوات الجوقة الروسية من الراهبات بأصوات ملائكية عذبة. وبعد المناولة خرج الجميع للطواف حول الكنيسة، يتقدمهم حملة الصلبان والمراوح، في حين بارك المطران كيرياكوس المؤمنين برشهم بالماء المقدس. بعدها توقف الجميع أمام مدخل الكنيسة حيث ألقيت كلمات الشكر والترحيب بين الكهنة وسيادة المطران كيرياكوس، الذي أكد في كلمته على وحدة الكنيستين الروسية والأورشليمية، مشيرا إلى أن ترتيل القداس بثلاث لغات يدل على الاتحاد والوحدة في الإيمان بين الكنائس. وبعد القداس قدم كاهن الرعية الروسية في الدير وجبة غداء على شرف سيادة المطران والكهنة الأجلاء. رعى سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة بيترا وفيلادلفيا وسائر الأردن حفل توزيع شهادات دورة تفسير سفر الرؤيا في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في منطقة أم السماق بعمان، بحضور قدس الإرشمندريت الدكتور بسام شحاتيت وقدس الأب عماد بواب والسيد رائد عواد مدير المركز اليسوعي، حيث استمرت الدورة التي حضر بها الأستاذ رائد خوري 13 أسبوعاً بتنظيم من شبيبة القديس جورجيوس وبالتعاون مع المركز اليسوعي. وبعد أن تشارك الحضور بخبراتهم، قام صاحب السيادة المطران جبارة وبمشاركة السيد رائد عواد بتسليم الشهادات للمشاركين الذين أتموا متطلبات الدورة. وفي نهاية اللقاء تناول الجميع طعام المحبة. مندوبا عن وزيرة السياحة والأثار، رعى أمين عام الوزارة السيد عيسى غمو حفل إطلاق مهرجان الصيف الذي نظمته جمعية الكاريتاس الأردنية في حديقة الرحمة الكائنة في مركز سيدة السلام بعمان طريق المطار. التفاصيل في سياق هذا التقرير. أطلقت جمعية الكاريتاس الأردنية مهرجانها الصيفي الذي أقامته في حديقة الرحمة الكائنة في مركز سيدة السلام طريق المطار. ونقل راعي الحفل أمين عام وزارة السياحة والأثار السيد عيسى قمو تحيات وزيرة السياحة مجد شويكة وجميع العاملين في الوزارة على هذه الفعالية، معبرا عن شكره لما قامت به الكاريتاس الأردنية على مدار أكثر من 5 عقود على تأسيسها. وبين الأمين قمو أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق بين الوزارة وكاريتاس بهدف إبراز وإظهار المنتج السياحي الفريد الذي يتميز به الأردن عن سائر بلدان العالم.
هذا النوع من الأنشطة والفعاليات اللي بتشجعه وبتدعمه وزارة السياحة والأثار، لأنه بيعبر عن ترويج وإبراز المنتج السياحي الأردني اللي فيه قيمة مضافة أردنية، إن كان من المنتجات الحرفية والصناعات التقليدية، وبنفس الأهمية القائمين على هذا المهرجان الكاريتاس وفي موقعه في مركز سيدة السلام، ومقدمين الخدمة من المجتمع المحلي من الأردنيين وأهلنا وأحبائنا وضيوفنا على أرض المملكة العراقيين. هذا بيجسد الشراكة الحقيقية في إبراز المنتج السياحي وهو الحرف والصناعات التقليدية اللي هي ضمن المهرجان اللي بيعتبر دائما بالنسبة لنا كقطاع سياحي بأنه من أهم مكونات المنتج السياحي الأردني الذي بات معروفا ومحترما على مستوى العالم كله. في الوقت الذي دخلنا به في أجواء الصيف، وطبعا معروف قديش أجواء الصيف في الأردن مميزة بعودة المغتربين الأردنيين وزيادة الحركة والنشاط السياحي من كل دول العالم، فهذا النشاط يعتبر متنزه وفرصة للقادمين إلى الأردن في زيارة صغيرة أو في إجازة للتعرف على ما هو موجود من منتجات سياحية وصناعات تقليدية أردنية في الوقت الذي إحنا بحاجة له في وقت الصيف للمزيد من الأنشطة والفعاليات والمهرجانات الصيفية. طبعا هذا المهرجان الثاني اللي أنا حقيقة تابعته بعد مهرجان الخريف، وإن شاء الله مهرجان الربيع ومن ثم مهرجان الشتاء يلحقهم ونكون احنا موجودين في كوزارة السياحة وأثار. وفي حفل الافتتاح الذي حضره مسؤولون ورجال الدين وعائلات محلية وخارجية، عبر مدير عام كاريتاس الأردن السيد وائل سليمان عن شكره لجهود وزارة السياحة بدعمها النشاطات الخيرية في المملكة، والشكر الموصول أيضا لكل من قدم الدعم لمشاريع خيرية مماثلة. هلا اليوم نحن عندنا مهرجان الصيف اللي تبع لمهرجان الخريف اللي عملناه السنة الماضية. هو مهرجان، أول إشي هو مهرجان للفرح، نحن بحاجة إنه لإجازة فرح، عرفت؟ هدول الأربعة أيام رح بيكون في عرض لمنتجات كل حدائق الرحمة الموجودة بسمكية وبالربا وبمادبة وبعمان، زائد كل الجمعيات اللي كاريتاس دعمتها لمشاريع إنتاجية رح تعرض منتجاتها، زائد شوية فرح. رح يكون في معنا مشاركين بعض المطربين والعازفين والأطفال حتى يطفوا أجواء الفرح، أجواء الصيف اللي نحن بحاجة إلها. فهذا باختصار مهرجان الصيف. وفي ختام الحفل الذي تخلله معزوفات لفرق كشفية، قام أمين عام وزارة السياحة والآثار بجولة في أجنحة المهرجان برفقة الحاضرين من أساقفة وكهنة ومدعوين، مبديا إعجابه بما حققته كاريتاس الأردن من إنجازات طالت الكثير من المحتاجين من أبناء المجتمع الأردني واللاجئين من البلدان الشقيقة. بمناسبة عيد صانع المعجزات النبي إيليا الذي يحتفل به في كل عام، أقيمت في العديد من كنائس المملكة احتفالات دينية شارك بها جموع كبيرة من المؤمنين. التقرير التالي يسلط الضوء على هذه المناسبة المباركة. إن الملاك في الجسد ركن الأنبياء. نبي عظيم اسمه إيليا التشبي، ولد في بلدة الوهادنة بمحافظة عجلون الأردنية، وعاش في بلدة جلعاد، وكان عادة يلبس ثوبا من الشعر ومنطقة من الجلد، وكان يقضي الكثير من وقته في البرية. تنبأ إيليا بأن الله سيمنع المطر عن بني إسرائيل، وصنع الله على يديه العديد من المعجزات لأنه امتلأ من الروح القدس. وبمناسبة عيد صعود النبي إيليا الغيور بمركبة نارية من ضفاف نهر الأردن،
ترأس صاحب السيادة المطران خريستوفوروس بمشاركة لفيف من قدس الآباء الأجلاء صلاة الغروب وخدمة القداس الإلهي في كنيسة النبي إيليا والقديسة بربارا في منطقة أبو نصير، حيث أحيت هذه الخدم جوقة القديس نيقولاوس بقيادة المرتل قصي فاخوري بوجود حشد من أبناء الرعية والشبيبة المحتفلين بهذا العيد. وفي عظة سيادته تحدث عن العلاقة الحقيقية التي عاشها النبي إيليا مع الله، داعيا الجميع لأن نحيا مع الله حقيقة لا شكلا، وذلك من خلال ممارسة سر التوبة والاعتراف. وأضاف: الصوم والصلاة اجعلوا منهم سلاحا للمحافظة على الضمير الحي لكي نستطيع تمييز الحقيقة. كما تحدث سيادته عن حياة الكنيسة في أيام الأواخر مشابها إياها بحياة النبي إيليا حيث ستعيش في الصحراء، مؤكدا على أهمية الحياة الرهبانية وإنشاء الأديرة التي ستكون ملجأ وسترا للمؤمنين في تلك الأيام، مؤكدا ضرورة ثقتنا بالله الذي لن يتخلى عنا. عشان هيك حكى له روح للصحراء، زي ما الله رح يحكي كمان في الأواخر للكنيسة روحي للصحراء. وهون أباء الكنيسة بيعلقوا وبنوهوا قديش أهمية الأديرة بحياة الكنيسة. يا ويلنا يا ويلنا أبنائي إذا في زملنا ما بقي في أديرة. عشان هيك كل واحد منكم، كل مسيحي في شرقنا، لازم مسؤولية عليه ينتبه إنه لازم نأسس أديرة، يكون عندنا رهبان وراهبات، لأنهم هم هدول في الأواخر رح يحموا العالم، مش بس بصلاتهم ولكن كل العالم رح يلتجئ للأديرة وللصحراء، زي ما بيحكوا أباء الكنيسة القديسين، زي ما الله حكى للنبي إيليا روح للصحراء وغاد رح تلاقي نهر منه رح تشرب مي، وأنا رح أبعث لك الغراب الصبح رح يعطيك خبزة وفي العشية رح يجيب لك لحمة، وهيك رح تأخذ طعامك وعيش غاد في البرية. لأمتى رح أحكي لك؟ وبقي سنوات غاد. وهيك الكنيسة في الأواخر المؤمنين رح يبعدوا بسبب الضيق الكثير اللي رح يكون في المدن والاضطهاد على المسيحيين الحقيقيين في الأواخر، رح يضطروا يروحوا للبراري وللأديار. عشان هيك الأديار هي مهمة في حياة الكنيسة، وعشان هيك منشوف إيقونة النبي إيليا بتصور الغراب الحامل الخبز في تمه حتى تحكي لإلنا إنه الله بحكي لنا ما تخافوا أنا معكم، بس أنتوا خليكم معي. وفي نهاية كلمته قام سيادته بمعايدة راعي الكنيسة قدس الأب أرسانيوس مخامرة وأبناء الرعية وكل من اتخذ من النبي إيليا شفيعا له، متمنيا للجميع كل نعمة وبركة بشفاعة النبي إيليا. وبعد الصلاة الاحتفالية التقى سيادته بأبناء الرعية وقدم لهم محاضرة روحية غنية امتلأت بالحديث عن أهم أنبياء العهد القديم وهو النبي إيليا، موضحا بأن حياته كانت مهمة للغاية في تلك الحقبة الزمنية، خاتما حديثه عن معجزات النبي العظيم التي صنعها مع أرملة صرفة صيدا. مار الياس من أهم أنبياء العهد القديم، وأهميته حتى سبقت وتوفقت فوقت حتى عن أنبياء كبار مثل أشعياء النبي
اللي تنبأ عن العذراء وعن المجيء المسيد وحتى عن الأواخر وحتى عن دانيال، يعني اللي هن أنبياء مهمين في العهد القديم. ولكن منشوف النبي إيليا من أهم شخصيات العهد القديم. أول إشي لأنه حياته إلها، لما منشوف كل حياته ومنشوف كيف الفترة اللي أجا فيها منشوف قديش هي مهمة، ولكن كمان ارتباطه بالأحداث اللي بتصير في كل زمن وبالأخص بزمننا لأن آتين إلى الأواخر، وصولاً لآخر الأواخر. وعشان هيك منشوف إنه النبي إيليا إمتى أجا؟ أجا تقريباً 800 سنة قبل المسيح. في هديك الفترة الزمنية بيصير في عنا مملكتين رئيسيتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب. مملكة الشمال بتكون عاصمتها السامرة وبيكونوا 10 أسباط مكونينها. مملكة الجنوب بتكون القدس عاصمتها وبيكون من صبتين يهودا وبنيامين. عشان هيك اللي بدي أحكي لكم إياه مش الأعجوبة هي المحرك، أبنائي انتبهوا، الأعجوبة هي كيف أنت تلتقي مع المسيح. لقائك مع المسيح هو الأعجوبة، ولقائك مع المسيح هو اللي بينعكس في قلبك لقائك مع أخوك الإنسان. أكبر أعجوبة شو هي؟ إنك تدرك إنك أنت ولا شيء، هي أكبر أعجوبة. لما تتواضع وتدرك إنك أنت بدون المسيح ما بتقدر تعمل شيء، تدركها مزبوط، مش تحكيها، مرات بنحكيها ولكن ما منكون حقيقة واعي، نحكيها حتى بكبرياء. ولكن لما تدرك إنك ولا شيء، هاي هي أكبر أعجوبة. أعلنت البطريركية اللاتينية في القدس عن إطلاق برنامج 3 دقائق تعليم مسيحي على قنوات التواصل الاجتماعي، والتي تأتي بدعم من النيابة البطريركية اللاتينية في الأردن ممثلة بالمطران ويليام الشوملي. وهذا البرنامج المسيحي هو عبارة عن سلسلة فيديوهات قصيرة ترفع على موقع اليوتيوب كل يوم ثلاثاء الساعة 8 مساء، حيث يتم من خلالها شرح أساسيات إيمان الكنيسة الكاثوليكية وتعليمها في العديد من القضايا بطريقة سهلة ومبسطة. إنها تبدو كأسنان بينها فراغات، بحيث يمكن أن تمر بها الأشياء الصغيرة عبر الفراغات في حين ستعلق الكبيرة. فإن كان المنطق والإرادة هما قدرات الإنسان المميزة، فيجب أن يكون الجواب: وجد الإنسان على الأرض ليعرف ويحب. قلنا إن الإنسان وجد على الأرض لمعرفة الحق وحب الخير. الآن ماذا يحدث إذا التجأ الإنسان إلى الحق الأسمى والخير الأسمى؟ والذي يعرف الله ويحبه فإنه يخدمه ويشعر بفرح محضره في السماء. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يلتقي جموع الحجاج في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان. بيان صادر عن بطريركية الروم الأرثوذكس حول عقارات باب الخليل في القدس. متروبوليت الناصرة وسائر الجليل يترأس قداسا احتفاليا بمناسبة عيد النبي إيليا. المطران جوزيف جبارة يرعى ختام دورة سفر الرؤيا. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابع موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.